عبدون، يعني احنا خلاص على اعتاب ان السوبر ليج الافريقي خلاص هيبقى يعني في نص اكتوبر صح؟ بالظبط. والقرعه خلاص في شهر يوليو المقبل بمشاركه 8 فرق، وبتنطلق منافسات البطوله في النصف الثاني من شهر من اكتوبر. الفرق المشاركه بيتم اعفائها من المشاركه في الدور التمهيدي والدور الاول في دوري ابطال افريقيا او كاس الكونفدراليه الافريقيه اذا كانت مشاركه به. بالظبط. ايه رايك عبدو؟ بص، انت عارف ان انا من انصار عامه السوبر ليج، ومن انصار ليه من انصار السوبر ليج؟ عشان زي ما كنا دايما بنتكلم يا ميدو، ان جزء من ان انت تتطور وتبتدي تزود الايرادات بتاعتك وتزود الريفينيوز بتاعتك، هو ان انت تبتدي تتطور وتغير من شكل البطوله وتفضل بتانوفيت كل شويه. وده حصل قبل كده في الامثله اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، في لا ليجا وفي البريمير ليج وفي تشامبيونز ليج، لما الفورمات بتاعها اتغير في 92. مش من وجهه نظري ان المشكله بتاعت السوبر ليج دي حصلت عشان هي ما جاتش من الاتحاد اليويفا، وما جاتش من شيفرين، وجات من الانديه. فطبعا اكيد لو الانديه كلها هتنبثق او هتخرج من التشامبيونز ليج وتدور لها على بديل، كان لازم يحاربها، وعشان كده كان منطقي منه ان هو يحارب السوبر ليج. من وجهه نظري ان الاتحاد الافريقي لحق نفسه، يعني ممكن يبقى حقه تجارب طبعا، يعني ممكن تبقى زي ما انت بتقول، بس وجهه نظري ان هو لحق نفسه بدل ما الانديه تخرج برضو عن السيطره وتبتدي تلعب بطوله تانية غير الشامبيونز ليج، ويبتدوا يهتموا بالسوبر ليج. بتهيألي دخلوا هم في اللعبه دي عشان يلحق يجرب قبل ما الانديه تعمل كده، بالذات كمان ان هو انت دلوقتي الاقتصاد صعب جدا في بلاد كتير من افريقيا. الانديه كلها محتاجه تدور على 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 مدخولات اخرى. انت بتتكلم في مصر، لو بطوله زي دي الاهلي هيلعبها، البارتيسيبيشن فيه اصلا هتبقى حوالي $1 مليون، لو كسب البطوله هياخد $6 مليون. طب والبطوله المحليه يا عبدول، يعني انت النهارده بتتكلم ان البطوله دي وهي بتتلعب في مصر 6 ماتشات. طيب، ما هو 6 ماتشات ده اللي هيوصل يعني. ماشي. طب احنا كان احنا دلوقتي بالنسخ اللي احنا بنلعب فيها دي، احنا مش عارفين نخلص الدوري اصلا. ده مصر. ها؟ ده مصر. طيب، دي مصر. انا بكلم، ما انا مصري. ايوه ايوه. ما انا وانت مصري. ايوه صح. ومن المصري كل الناس بتفرج. لو بصيت على جدول الدوري في مصر وشفت الاهلي لعب 21 ماتش والفرق الثانيه كلها لعبت 26 و27، بصيت على الدوريات الثانيه كلها في المغرب او في جنوب افريقيا، الناس كلها ماشيه. طب ما هو الاهلي اللي بيطلب كده يا عبدون. ما هو ده غلط. طيب، طب ما ده غلط. ما بالك بقى الاهلي لما يشارك في، والاهلي خسر الدوري السنه اللي فاتت عشان كده. ما بالك دلوقتي ان لما الاهلي او الزمالك في سنين بعد كده او ايا كان ايه اللي هيحصل، ما الفرق هتكبر. انا مش بتكلم على الاهلي والزمالك. لو الاهلي والزمالك وبيراميدز مثلا بقوا بيشاركوا، ما هتكبر، هتبقى 24 فريق في النسخ المقبله. صح، هما بيجربوا في النسخه دي بتاع. طيب، الفرق يعني لما تيجي النهارده يخش مثلا الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر مثلا، او ثلاثه من الاربعه، صح، انت هتعمل ايه في الدوري المحلي؟ هي اولويات. هي اولويات. مين هي اولويات؟ انت عندك بطوله تقدر تكسب منها 200 مليون جنيه او 250 مليون. والدوري المحلي اللي تاريخه بقاله 60 سنه هترميه؟ العب الدوري. العب الدوري. ازاي هلعبه؟ هو حاليا السوبر ليج في النسخه دي هيبقى 6 ماتشات وكورتر فاينل. والنسخه اللي جايه هيبقى كام؟ النسخه اللي جايه هو اللي هيبقى ريبليسمنت، من وجهه نظري هيبقى ريبليسمنت للتشامبيونز ليج. يعني توقعاتي ان هو ساعتها الاهلي والزمالك مش هيعرفوا يلعبوا تشامبيونز ليج، وهيلعبوا في السوبر ليج، وساعتها هتخلي الفرق اللي تحت زي فيوتشر وزي بيراميدز، الناس اللي هو الثاني والثالث والرابع الدوري، هم اللي ابتدوا يخشوا يلعبوا البطولات دي، وبعد كده الفرق اللي تحتيهم هم اللي ابتدوا يلعبوا. خريطة البطولات كلها هتتغير. اه طبعا 100% 100%. بس انا يعني ليه انا بساند كده من اول اللي هو السوبر ليج الاوروبي، عشان انت بتتكلم ان المنتج نفسه لما يبقى عندك كل ويك اند مانشستر يونايتد وريال مدريد بيلعبوا، او الاهلي والترجي، الاسبوع اللي بعديها الاهلي والوداد، وبعد كده الزمالك والترجي. لا، من الناحيه التسويقيه هي فكره عظيمه. طبعا 100%. بس انت تاني لو بصيت على القوائم بتاعه الفرق وشفت الروتيشن اللي بيحصل للعيبه، وشفت اللعيبه اللي بتلعب فعلا في الماتشات، هتلاقي ان هو الفرق بتلعب من 15 ل 18 لعيب بالكتير، هم اللي بيلعبوا في يعني مصر. انت رايك ان لازم افكار المدربين تتغير، وافكار الادارات تتغير، والاستراتيجي بتاعه الادارات تتغير، الاولويات. انت طب الاهلي اعتذر على كاس الرابطه السنه دي لاسباب، او انسحب لاسباب معينه، بس بعد كده انت ممكن تبتدي القائمه بتاعتك فيها لعيبه ما بتع... على الاقل 10 15 لعيب ما بيلعبوش، تلعب الناس. انت عارف بدون الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ معناه ان النادي الاهلي ونادي الزمالك بعد 3 4 سنين هيلعبوا بطوله السوبر ليج بالصف الاول
وهيلعبوا البطولات المحليه بالصف الثاني، فانت انتهيت. بس مش هلعب الدوري بالصف الثاني ليه؟ مش هلعب. ما انت لما يكون عندك عدد الماتشات دي مع اللي انت بتقوله، مع الضغط اللي موجود، مع ان انت عايز تخلص جدول، معنى كده ان انت هتفتح بس القوائم. انت هتستغنى عن الشامبيونز ليج، ما هو انت هتستغنى عن الشامبيونز ليج وهتلعب السوبر. ايوه بس مازال هيبقى عدد ماتشات وسفر اكبر بكتير من الشامبيونز ليج. ده التحدي بتاع هتعمل ايه؟ ده ضعف ده التحدي بتاع الكاس.